أيضا ينضم إلينا الأستاذ علي طرفاية الكاتب المتخصص في الشأن الليبي. أستاذ علي أهلا وسهلا بحضرتك. طول بال كبير أظهرته مصر على مدار سنوات النزاع في ليبيا، صمت في أوقات الصمت، رغبة في أن تجمع شتات الليبيين في القاهرة في مسارات متتالية، وصولا إلى إعلان القاهرة الذي كان ربما ذروة سنام المسارات السياسية. كيف أمكن ترجمة ما جاء في إعلان القاهرة إلى خطوات على الأرض لعلها ستمارس وفق الإعلانات الصادرة؟ يعني ما فيش شك يعني أهمية الدور المصري وحرص القاهرة على تسوية الأزمة الليبية نظرا لأسباب كثيرة ومتعددة. وأخيرا يعني هناك ترحيب من الطرفين، في طرفي الصراع أو قطبي الصراع في ليبيا، ترحيب بوقف إطلاق النار والانخراط في عملية سياسية والدعوة إلى انتخابات يعني تترجم تطلعات الشعب الليبي إلى قيادة سياسية يعني تحظى بقبول كل الليبيين ويكون لها دور في إعادة يعني إنتاج الدولة الليبية من جديد. ما في شك يعني مصر ترحب كثيرا بهذا الإعلان، ويعني لأن المطلب المصري أو المحدد الحاكم للسياسة المصرية في ليبيا هو الأمن والاستقرار وعودة الدولة الليبية، ويعني أن ينعم الشعب الليبي بالأمن والأمان، وأن تكون هناك دولة يعني ليبية متكاملة الأركان تمارس دورها في سواء في القارة الإفريقية أو في الأمة العربية وفي المجتمع الدولي. وهذا يأتي في حرص يعني القاهرة على الحفاظ على يعني وحدة وسلامة الدول أو الدولة الوطنية في المنطقة العربية ككل. يعني ما في شك أن يعني ما تم الإعلان عنه اليوم هو بداية مهمة لإحلال السلام في ليبيا، لتفكيك ونزع سلاح الميليشيات، لتوحيد المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية، لبناء يعني دستور وطني أو إعداد دستور وطني يحكم المسار السياسي أو المسار الانتقالي في ليبيا، وصولا إلى انتخابات برلمانية وانتخابات رئاسية تؤدي في النهاية إلى استقرار الدولة، وأن يكون القرار بيد الشعب الليبي يحدد يعني كل ما يريده، يعني تصبح دولة ليبيا دولة متكاملة الأركان فاعلة في محيطها الإقليمي وفي المحيط الدولي. حدود مشتركة تصل إلى أكثر من 1200 كيلومتر بين مصر وليبيا، ورغم كل ذلك مصر كانت على مدار سنوات الأزمة في ليبيا تعلي من قيمة الحل السياسي وتعلي من قيمة محلية الحل بأن يكون الحل ليبيا. متى وصلت الرسالة إلى الليبيين بأن هذه القناعة المصرية هي التي بالضرورة يجب أن تترجم لمحاولة الوصول إلى تسوية؟ يعني ما في شك أن مصر دولة كبيرة، دولة لها ثقلها ووزنها السياسي، الدولة لها تاريخها وحضارتها يعني التي تترجم حتى في دبلوماسيتها وفي سياستها الخارجية. مصر لم تحتدي أبدا على أي دولة جوار، حريصة كل الحرص على أمن وسلامة واستقرار كل الدول العربية. نحن رأينا يعني نماذج عديدة من تدخلات من دول في يعني على سبيل المثال تركيا في شمال سوريا، احتلت أراضي من شمال سوريا بزريعة حماية الأمن القومي التركي. نحن نعلم أن هناك العديد من يعني المشاكل التي تعرضت لها مصر نتيجة الفوضى وحالة الانفلات الأمني في ليبيا، وأن الإرهاب حتى قام بعمليات إرهابية تمت داخل العمق المصري، تم التخطيط لها من داخل الأراضي الليبية. ولكن مصر كانت حريصة كل الحرص على احترام إرادة الشعب الليبي، وأن يكون هناك حل ليبي، وأن ينتهي هذا الصراع بإرادة ليبية وطنية حقيقية، لأن هذا هو الضامن الحقيقي لسلام دائم ومستمر في ليبيا. كل الحلول التي تغلب طرف على طرف آخر أو التي تلغي طرف وتستثني آخر هي مجرد تدوير للأزمة ولا تنهي الصراع، وتجعل الصراعات تتجدد كل من وقت إلى آخر. لذلك مصر كانت حريصة على حل سياسي يرضي كل الليبيين، الوصول يعني إلى حل دبلوماسي وحل يرضي كل الأطراف الليبية حتى يعني حتى تتمكن الدولة من الاستقرار، من أن يعم الأمن كل الليبيين، ألا تكون هناك أي يعني أي إشكالية يترتب عليها بعد ذلك صراعات جديدة أو تنتج
صراعات أخرى، وأتوقع أن الأيام القادمة تتجه في هذا المسار، تتجه في حوار مجتمعي ليبي شامل يفضي إلى مصالحة ليبية شاملة، يعني توحيد إرادة الليبيين في مواجهة الإرهاب، في مواجهة الميليشيات، أن تكون هناك مؤسسة عسكرية واحدة قادرة على حماية حدود الدولة المشرعة من كل مكان. أستاذ علي معلش، والتي نعم تفضل، يعني حماية حدود الدولة الليبية هذا أمر من الأهمية بمكان، وأن الأزمة تخص الليبيين في الأساس ولا تخص أي طرف آخر. ترحيب الرئيس عبد الفتاح السيسي كما نتابعه الآن كما كان يعرضه الزملاء قبل لحظات، تحدث عن نقطة مباشرة وأساسية وكان يقصده الرئيس عبد الفتاح السيسي، الترحيب بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية وفق ما أورده الإعلانان الصادران عن البرلمان الليبي وعن المجلس الرئاسي، وهي ذات النقطة التي أتت في إعلان القاهرة وقف إطلاق النار في الأراضي الليبية. باختصار شديد، ما هي الضمانات اللازمة للوصول إلى وقف مستدام لإطلاق النار في ليبيا؟ يعني ما فيش شك أن على المجتمع الدولي أن يلعب، يعني عليه أن يلعب دور في هذا الأساس، أن يكون هناك قرار دولي بإلزام كل الأطراف بوقف إطلاق النار، وأن تبقى الأوضاع على ما هي عليه الآن، كل قوات متواجدة في أي مكان تتواجد فيه حتى يتم يعني الوصول إلى حل سياسي يرضي كل الأطراف، أن تكون هناك إجراءات وقرارات دولية لحل الميليشيات وإجبار هذه الميليشيات على إلقاء السلاح والانخراط في مؤسسات الدولة بعيدا عن أي يعني ولاءات عرقية أو ولاءات إيديولوجية أو ما شابه ذلك، بحيث يعني يتمكن الليبيين من عمل انتخابات رئاسية وانتخابات برلمانية تفرز يعني قيادات سياسية تحظى بقبول كل أبناء الشعب الليبي. شكرا جزيلا لك. أستاذ علي طرفاية الكاتب المتخصص في الشأن الليبي منضما إلينا عبر الهاتف.